أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شهود في زمن الحرية. ضيفنا لهذا الأسبوع كما كان في الأسابيع الماضية الفاروق أحرار، مسؤول ملف الأسرى في حركة أحرار الشام ومسؤول ملف التفاوض في مجلس قيادة حلب لاحقا. أهلا وسهلا بكم أخي الفاروق. أهلا وسهلا أستاذ مصطفى، حياكم الله. حياكم الله وبياكم. في الحلقة الماضية تكلمنا فيها عن قيام النظام بعملية عسكرية ابتدأت من دوير الزيتون ووصلت إلى نبل والزهراء، كسر فيها الحصار عن نبل والزهراء واستطاع تقسيم الريف الشمالي إلى قسمين، شمالي يضم عزاز وما حولها، وشمالي غربي يضم حريتان عنادان ومعارض الطريق وكفر حمل، وأصبحت حلب على شفا حصار من قوات النظام. سنتكلم في هذه الحلقة معك عن محاولات النظام فيما بعد للوصول إلى طريق الكاستيلو عبر السيطرة على مزارع الملاح الاستراتيجية لحلب، طريق الكاستيلو الشريان الوحيد لمدينة حلب آنذاك، وأيضا المحور الثاني الذي هو بني زيد والسكن الشبابي الذي كانت تتحرك فيه الوحدات الكردية الانفصالية بالتنسيق مع قوات النظام، حتى نصل إلى مرحلة كسر الحصار الأول، ومن ثم الحصار مرة ثانية والمحاولة الفاشلة لكسر الحصار الثاني. نعم. فنبدأ من مرحلة وصول النظام إلى نبل والزهراء. كما قلت فيما بعد، بدأ النظام جاهدا بمؤازرة الميليشيات الشيعية وحزب الله بالتحديد ودعم كبير جدا من الطيران الروسي في محاولته للسيطرة على مزارع الملاح والوصول إلى طريق الكاستيلو. استمرت هذه المحاولات حوالي 4 أشهر إلا قليل، أيضا بالتزامن كان يحاول أن يصل إلى حندرات والسيطرة عليها. ما الذي جرى في تلك الفترة؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياكم الله وإياكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. صراحة بعد ما وصل النظام لنبل الزهراء مدعومة بالميليشيات الطائفية، مدعومة بالطيران الروسي، بالأسراب الطيران الروسي، بدأت محاولات قوات النظام والميليشيات السيطرة على منطقة الطامورة والشيخ عقيل وهي المنطقة للوصول للريف الغربي لحلب لإغلاق أو حصار حلب مع بعض القرى من الريف الغربي لحلب اللي بيشمل معارة الأرتيق وكفر حمراء وعندان وحريتان. تقصد إغلاق حلب مع هذه المناطق؟ مع بعض القرى. نعم، مع بعض القرى، ليس فقط إيش مدينة حلب. من طرف الكاستيلو احنا كان كل الفصائل وكل الموجودين في المدينه كان عم بيفكر انه النظام ممكن يقطع المدينه من طرف الكاستيلو. نعم. او احتمال النظام محل ما وصل من نبل الزهراء يكمل اقتحامه على الطامورة وشيخ عقيل وحسن يغلق الحلقه. نعم. طبعا من المقابل بتله الشويحنه وجبل معارة. نعم. ايضا معارك حصلت على المنطقه صراحه، استطاع في نتيجه المعارك القويه اللي خاضها استطاع الوصول للشيخ عقيل. النظام المجاهدين في هذاك الوقت ايضا من يعني انت بتعرف هذا الريف الغربي والريف الشمالي هو ريف ثوره. نعم. في طبيعته يعني معقل الثوره الشمال. في الشمال. نعم. هو هاي المناطق، فأي معركة بتصير هون الرجال والنساء والأطفال بتخرج بالسلاح وبتقاتل مثل ما حصل في رتيان وحرتاتنين وباشكوي هالمناطق. نعم. كانت النساء تطلع بالسلاح وتقاتل النظام. النظام بعد ما سيطر على الشيخ عقيل في المعركة اللي صارت لعدة ساعات استطاع الوصول للشيخ عقيل، استطاعوا المجاهدين رد هذه القوات وتكبيدهم أيضا خسائر كبيرة جدا، حتى بذكر يعني القتلى من الميليشيات الإيرانية والحزب والعراقيين كانت يعني لا تستطيع إحصائها، أعداد كبيرة. حتى بهذيك الفترة أنا كنت مسؤول ملف الأسرى، يتواصلوا معي جماعة الميليشيات إنه إحنا بدنا نتفاوض على الجثث الموجودة. نعم. حتى يعني استطعنا الوصول لمعلومات إنه في شخصيات ضباط من الحرس الثوري الإيراني، ميليشيات من الحزب، من العراقيين، شخصيات رفيعة مقتولة في هاي المعارك. استطاع المجاهدين إعادة النظام إلى أماكنه في نبل الزهراء ومقالع الطامورة. هنا سؤال فقط، كم يعني هي المسافة بين نبل والزهراء والطامورة؟ كم هي المسافة التي قطعها النظام
بعد أن وصل إلى نبل والزهراء حتى وصل إلى الطامورة، كم هي مسافة؟ مسافة قريبة جدا بين الطامورة، مقالع الطامورة تطل على نبل والزهراء، يعني فن فوق يعني المقالع مشرفة على نبل والزهراء. 1 كيلومتر 2 كيلومتر إيه ممكن هيك هيك بالضبط. نعم. يعني كان الهدف وصول إلى الشيخ عقيل ومن ثم إلى كفر بالسين. نعم. وياقد العدس، وهي المناطق بيكون خرج من جبل معار وجبل شويح لاتجاه بابيس، أغلق المنطقة. نعم. لكن استطاع الثوار والمجاهدين في المنطقة يعني دحر القوات النظام. شاركت أنت في معركة طامورة؟ لا. نعم. النظام خفف من اقتحاماته على المنطقة اللي في الطامورة وهذه المنطقة، وبدأ يركز على منطقة الملاح. صراحة منطقة الملاح منطقة صعبة جدا، لأنه منطقة مكشوفة وما أحد يستطيع أن يقاوم فيها ويثبت، يعني ما في حفر، ما في خنادق، ما بتستطيع، المنطقة كلها مكشوفة، وحول هاي المنطقة كله تلال عالية مسيطر عليها النظام. حاكمة. نعم. وطيران استطلاع كان يحوم. طيران استطلاع 24 ساعة ليلي ونهاري. نعم. الفصائل الموجودة كانت بالريف، نحن كان أبناء مدينة شاركنا في المعارك هاي، ولكن كنا نأخذ بالحسبان إنه ما نحط كل جهدنا في هاي المعارك، بحيث لا قدر الله صار في حصار علينا ما يكون استنزفنا قوتنا اللي موجودة في المدينة، بحيث نصمد أكبر أو يعني أكثر أطول وقت في الحصار. وفعلا الفصائل كانت موجودة برا في معارك كانت ضخمة وشرسة، بعد ما النظام سيطر على كتلة جامع رضوان في الملاح، معروفة كتلة جامع رضوان، استطاعت القوات الوصول لهذه المنطقة، وبدأت الفصائل الموجودة بالريف معارك لاسترجاع الكتلة، لأن الكتلة كانت استراتيجية وكانت ترصد طريق الكاستلو. صراحة فعليا في هاي الأثناء فينا نقول أنه النظام حاصر حلب، لأنه هاي الكتلة كانت بترصد طريق الكاستلو على بعد يعني عشرات الأمتار وليس مئات. نعم. كان سابقا النظام فعلا من تلة المضافة كان يرصد طريق الكاستلو، بس ولكن هو ما كان حيطط في باله يقطع الطريق في هذا الوقت، لأنه ما كان مجهز قوته للحصار، لأنه ممكن إذا خلانا نشعر في الخطر من هاي التلة ممكن كان جهز لمعركة وممكن نطلع عليها ناخذ التلة، ولكن هاي التلة سابقا أخذناها وما كان إلا طريق أمداد. نعم. غير من طرف قوات النظام، النظام إذا أخذها له طريق أمداد من خلفه. نعم. أما نحن إذا سيطرنا عليها كنا أجلك الله بالليل نستطيع فقط نطالع ذخيرة، أو إذا أصيب شخص فقط بالدابة كان عندنا دواب نطالع فيهم الذخيرة بالليل حصرا سيرا على الأقدام. بعد ما وصل لكتلة جامع الرضوان، طبعا المعارك اللي حصلت في الملاح معارك قوية جدا، ملاحم النظام يوميا عنده خسائر، بس ولكن للأسف يعني احنا كنا دائما وقت اللي نوقع خسائر كبيرة في النظام نفرح انه اوقعنا فيه اليوم 40 او 50 او 60 قتيل. النظام كان بالعكس عنده خزان بشري كبير جدا، مرتزقة عراقيين، مرتزقة ايرانيين، حتى كانت في هاي الفترة كان في مسجونين في ايران محكومين مؤبد واعدام، كان النظام الايراني يعطيهم ايش ميزات، انه بتروح بتقاتل 3 شهور في سوريا وانت حر طليق. حتى في بعض الاسرى اللي كانوا مسؤولين عنا تاجر مخدرات كان في ايران اسر في المعارك، قالوا النظام الايراني بتقاتل في سوريا 3 شهور انت خلاص حر تنتهي محكوميتك. نعم. فكان مهما قتلنا من اعداد منهم ما في مشكلة، خطة النظام اذا بيقتل عنده 1000 وسيطر على 100 متر انجاز. نعم. نحن صراحة ما عندنا هي القدرة. ليش؟ لانه نحن ما لنا دولة تستطيع تستجلب، نحن أصحاب حق ما عندنا قدرة نروح نجيب مرتزقة تدافع عن قضيتنا، المرتزق ما بدافع عن قضية، نحن أصحاب قضية ما حدا بيحسن يوقف معنا إلا ابن القضية. طيب بعد ما سيطر على كتلة جامع الرضوان رصد الطريق الزفتي اللي بعد طريق الكاستلو، هذا الطريق اللي كان ترابي، بعدين مجلس المدينة بالتعاون مع بعض الفصائل قام بتعبيده. نعم. استطاع النظام أيضا بعد المعارك قوية الوصول لهذا الطريق وسيطر على تلة المسبح، تلة مسبح الكاستيلو قريبة جدا من مسبح الكاستيلو. سيطر على هاي التلة، بالسيطرة على هاي التلة كان طريق الكاستيلو أغلق تماما وما كان في طريق إلا سيرا على الأقدام. طيب هذا كان في رابع أيام عيد الفطر عام 2016 الموافق ل 9/7/2016. هنا أريد أن أقف، سامحني تواريخ ما بحفظ للأسف، يعني ما في مشكلة حفظني. السؤال هون يعني
أولا، أين كان أماكن توزع الفصائل في جبهة الملاح وحمدرات؟ هذا أولا. الموضوع الثاني، قيل بأن فصائل التي كان موجود داخل حلب قصرت في منع حصار حلب ومنع استيلاء نظام على مزارع الملاح وقطع طريق كاسلو. قصرتم بزريعة أو بحجة أننا سنوفر الذخيرة لأجل الصمود أكبر في حال قام نظام بحصار حلب، تركتم كل العبء على فصائل الخارج التي بذلت كل وسعها ولكن دون جدوى، وأنتم كنتم تركنون كما قلنا في الحلقة السابقة إلى يعني إلى بديهية كانت لديكم بأن يستحيل للمجتمع الدولي أن يقبل بحصار حلب. أستاذ مصطفى، من الطبيعي في أي مرحلة من المراحل وأي جماعة أو أي فصائل أو أي أحزاب ممكن تنحط بالشيء اللي نحن كنا فيه تتصرف نفس التصرف. نحن كأبناء مدينة الحصار أمام أعيننا، نحن أيقننا أنه الحصار لابد منه. إذن لابد من الدفاع عن أنفسكم. طبعا لابد من الدفاع عن أنفسنا، وكنا من داخل المدينة بالرغم قلت لك بالرغم من يعني يقيننا في الحصار أنه خلص الحصار قادم لا محالة، كنا نرسل مؤازرات لحندرات والملاح وهي المناطق. لكن حندرات تعتبر من جبهات الداخل. ملاح؟ حندرات. حندرات طبعا. نعم طبعا. نحن كنا متفقين مع الفصائل أنه نحن صراحة الأخ المجاهد في هاي الفترة مثله مثل الطلقة، إذا قتل ما في بديل له أبدا. فنحن كان كل مجاهد نخسره في المدينة ما عنا بديل له، ولكن كان لديكم خزان بشري كبير جدا، يعني لم يكن هناك خشية من تناقص أعداد المقاتلين أبدا في الداخل. لم يكن هناك خشية. كيف ما في خشية؟ ما في قبول، ما في الآن إقبال على الانضمام للفصائل المجاهدة. أنت بتعرف في أوج الانتصارات في بصير في قبول عند الناس وعند الشارع للانضمام للفصائل وتكون في انتصارات، أما في الانكسارات الأغلب بيصير بيتهرب، وخاصة وقت المحن. وقت المحن إيش تتميز الصفوف والمرجفين بيهربوا بيرجعوا لورا. ولكن في تلك الفترة لم يكن هناك تراجع، لم يكن يعني حسب معلوماتنا كيف ما في تراجع، نحن محاصرين. ولكن أنتم مضطرون للدفاع عن مدينتكم حتى لا تحاصروا. طبعاً. أستاذ مصطفى، نحن مدينة حلب كان فيها نقاط رباط، أكثر نقاط رباط موجودة في المحرر كانت في المدينة، ما عدا إيش المناطق المحاصرة الغوطة والوعر وهذه المناطق. نحن أستاذ كان رباطنا مو بس على النظام، احنا كنا مربطين على الدواعش وعلى النظام. كان خط الرباط من الريف الشمالي من عزاز لخناصر. لسنا مختلفين في ذلك، ولكن لم يكن هناك نقص في عديد المقاتلين ابدا. بالعكس، على العكس تماما، اختلف معك. كم كان عدد المقاتلين داخل حلب؟ كان اعتقد اكثر من 15000. 18000 تمام. لكن يا أستاذ مصطفى، كان عندنا نقاط رباط عدد ضخم جدا. رباط أستاذ مصطفى، الرباط يعني بيستنزف أكبر فصيل. تمام. رباط بياخد منك قوة كبيرة، يعني أنت نقطة رباط، نقطة الوحدة بدك تحط فيها 10 مرابطين. ضرب ثلاثة. نعم. تمام. ثلاث نوبات تحطهم. هدول إيش؟ هدول ما بتحسن تأخذ منهم حدا على المعركة. أبدا. طيب، من هي الفصائل التي كانت ترابط على جبهات الملاح والكاستيل وحندرات؟ كان موجود تجمع فستقم، كان موجود أحرار الشام، موجود حركة نور الدين زنكي، موجودة الجبهة الشامية، موجودة كان جبهة فتح الشام، بس ولكن كانوا نقاط رباط ما كان لهم ثقل كثير كبير الجبهة في المنطقة، لأنه بهاي الفترة قبل فترة الحصار بفترات فترة شهر أو شهرين اتخذوا قرار بالخروج او من خروج من المدينه والذهاب لريف حلب الجنوبي. تمام. كان عندهم استراتيجيه للخروج من المدينه، كان اعدادهم قليله جدا في المدينه. نعم. وهذا الشيء ممكن نذكره بالحلقه القادمه نتيجه الطرح بعض الامور اللي ممكن نتحدث فيها. معارك الملاح، ما الذي تحمل عبء اكبر من الفصائل؟ الاحرار والجبهه وحركه نور الدين زنكي والجبهه الشاميه على راس الاخوه اللي كانوا على راس الفصائل اللي كانت موجوده في المنطقه. عم نحكي عن الملاح. جيش المجاهدين كانت جبهاته أعتقد الراجدين وما حوله، اللي بعرفه ما كان له ثقل في هاي المنطقة بشكل كبير يعني. لكن يعني آزر وساهم في الآن الطرف الآخر من خط الكاستيلو
أقصد بنزيد والسكر الشبابي. نعم. المقابلة كانت تجري معركة من قبل قوات النظام بمؤازرة وحدات الحماية الكردية من أجل قطع طريق الكاستيلو. نعم. ما الذي جرى هناك؟ ومن الذي قاتل هناك بالفصائل؟ الله، هي المنطقة كان مرابط فيها فريق فصيل الفرقة 16 اللي كان سابقا اسمه شهداء بدر. أثناء هاي المعارك صار في معارك ضخمة، صار بدأوا يطلبوا مؤازرات من كل الفصائل لأنه صارت معارك شرسة وضخمة جدا. كانوا هن ماسكين هذا الخط كرباط. الرباط بتعرف يعني في المعارك يعني وقت تكون المعارك محتدمة غير وقت تكون ايش رباط وجبهة باردة وما في معارك وما في قصف وما في جرحى وشهداء يوميا. وصارت المعارك تقسمت القوة وتوزعت، قلت لك في هاي الجبهة، في هاي الجبهة ممكن انت ذكرت لي جيش المجاهدين، جيش المجاهدين كان اعتقد في هذا الطرف. نعم. مع ثوار الشام كانوا موجودين، كان جيش المجاهدين، كان موجود الفرقة 16 على رأس الناس الموجودة طبعا لأنه ايش جبهته. نحن كأحرار شام أيضا من المدينة، من المدينة أرسلنا قوة للمنطقة. كانت قبل تقدم قوات النظام على المنطقة كان البيكيكي هو اللي عم يقتحم علينا. صحيح. قبل تقدم النظام كان مهدي الجبهة هون وعم يقتحم بالملاح وما حوله. البيكيكي بدأوا يقتحموا على بني زيد، أرسلنا نحن من فصائل الداخل قوات لهذيك المنطقة. جبهة الملاح وما حوله كان فصائل الريف هن اللي ايش عم يتصدوا للمنطقه. نحن كنا موجودين، كان كل الفصائل بدون استثناء، كل فصائل المدينه ارسلت قوه مؤازره للسكن الشبابي باتجاه جبهه الفرقه 16. لكن جرت في مناطق السكن الشبابي والمعامل وبني زيد معارك وملاحم ضخمه. صحيح. لم يستطع النظام التقدم الا بعد ان استعمل الطيران بشكل مكثف، وايضا عاد استعمال جبهه في دارية وهي القاشطات الضخمة التي تستطيع كل الجبهات الأعمدة والعضلات. كل الجبهات قبل الحصار مثلا بشهر، من قبل الحصار بشهر لما بعد الحصار استخدم النظام كل قوته العسكرية لإغلاق المنطقة واحتلال المناطق اللي سيطر من خلالها وأطبق الحصار على حلب. تمام. استعمل يعني كلمة أرض محروقة قليلة على المعارك اللي حصلت في هذه المناطق، قليلة لا تعبر عن المعارك اللي حصلت صراحة. أسراب الطيران الروسي والسوري. نعم صحيح. نحن في فترة الحصار في أخوة مختصين في الإشارة يحصوا أو يراقبوا حركة الطيران وين راح ينفذ، ويبلغوا الشباب المجاهدين ويبلغوا المدنيين وين راح ينفذ في المنطقة الفلانية. كنا نحصي في اليوم الواحد 250 غارة طيران. صحيح. على المدينة 250 غارة طيران، ما عدا مدفعيات، ما عدا رجمات الصواريخ، ما عدا الصواريخ الباليستية. يعني هذا فقط في الطيران 250 غارة. تخيل أنت 250 غارة ارتجاجي، نابلم، فوسفوري، عنقودي. هل يمكن توصيف هذه المعارك التي قادها النظام في منطقة الملاح وحمدرات وبني زيد والمعامل والسكن الشبابي على أنها معارك استنزاف للثوار في المدينة؟ لا، ليس فقط استنزاف، معركة وجود. كانت معركة وجود، كسر عظم. الاستنزاف، معركة الاستنزاف، أي معركة من حسن وصفها معركة استنزاف. كانت معارك حندرات هي معركة الاستنزاف بالنسبة لنا. كان موجود قوات لواء القدس في المنطقة، لواء القدس عنده مرتزقة كثير، كانت معاركه مهمتها إشغال الثوار في المنطقة واستنزافهم يوميا. تمام. كان يوميا عنده معركة، محاولة اقتحام الصبح ومعركة المساء، معركة الصبح ومعركة المساء. مهمته إيش؟ بس يدخل يسيطر ويصير عنده قتلة ويرجع يطلع، يدخل يسيطر. يوميا كانوا الشباب يغتنموا منه أسلحة وذخائر، يوميا يقتلوا منه العشرات، يوميا يأخذ نقاط ونرجع الرجعة. بس إيش؟ هو عنده خزان مفتوح وراء من المرتزقة والسلاح في دول عم تدعمون، ونحن من جوا إيش في الحصار عم نخسر، الشاب اللي عم نخسر ما في غيره. طيب، هل لديكم إحصائيات تقريبية عن عدد شهدائنا في الملاح وحندرات والسكن الشبابي وبني زيد وبالمقابل خسائر النظام والميليشيات المؤازرة؟ من الطبيعي انه تكون خسائره في الارواح والعتاد اكبر بكثير من خسائرنا وارواحنا. لماذا؟ من الطبيعي لان النظام عدته وعتاده اكبر بكثير من عدتنا وعتادنا. نعم. والاعداد المرتزقه اللي عنده اكبر بكثير من الاعداد الموجوده عندنا. وبفضل الله عز وجل اغلب المعارك اللي كنا نخوضها نحن ونخطط لها كانت عددنا ما اذا بدنا نقتحم سكني على سبيل المثال فيه 1000 واحد، ما نجيب نحن 1000 او 1500 مجاهد ليقتحموها ابدا. 300 او 400 مجاهد ممكن يدخلوا ياخذوا المنطقه ويسيطروا عليها اذا كانت الخطه مدروسه. ولكن هل هناك احصائيات؟
صراحة أنا يعني ممكن أتكلم عن 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 خسائر أحرار الشام في الأرواح، ولكن الفصائل إحنا عدت علينا فترة في الحصار الأول، في الحصار الأول حصار الثاني عفوا في الحصار الثاني أسبوع واحد كان عندنا أكثر من 50 شهيد، أسبوع واحد فقط 7 أيام عندنا أكثر من 50 شهيد في صفوف أحرار الشام فقط. طيب. بعد الجرح. طيب. الآن في تاريخ 9/7/2016 رابع أيام عيد الفطر استطاع النظام قطع طريق الكاستيلو ناريا وحصار مدينة حلب، واستمر هذا الحصار لمدة 29 يوم إلى أن تم كسر الحصار عن مدينة حلب وفتح الطريق من جهة طريق الراموسي. هل تستطيع أن تكلمنا وتكلم السادة المشاهدين خلال هذه الفترة الشهر تقريبا، ما الذي كان يجري في داخل المدينة وكيف كان استعداداتكم والتنسيق مع فصائل الريف من أجل كسر الحصار؟ في هذه الفترة قبل إغلاق طريق الكاستيلو، الفصائل وعلى رأسهم جيش الفتح كانوا عم يعدوا لمعركة وقوة للمنطقة، ولكن كانت الخطة العسكرية أنه نحن إذا جينا استنزفنا هذه القوة اللي كان عم يقتحم على طريق الملاح، منطقة الملاح وما حوله، جيش مدعوم بالميليشيات وعم تدعمه دول، بالمقابل في فصائل ثورية عم تقاتل هذا الجيش، وهي صراحة دعمه بسيط جدا ما بيشكل جزء بالمية من الدعم اللي بيتقدم للنظام. طبعا بدون طيران. تمام، ما عدا الطيران، يعني عم نحكي عن الدعم اللوجستي، ما عدا الطيران، ما عدا دعم المعارك يعني. فاتخذوا خطة انه نحن يعني مستحيل نحسن نواجه جيش مقابله ايش فصائل ثورية. فوضعوا خطة لفتح طريق اخر غير طريق الكاستيلو، هو من الريف الجنوبي. فبدأوا المجاهدين، احنا طبعا على اطلاع وكنا عم نتكلم مع الشباب انه المعارك قويه والحصار راح يطبق على حلب، قال نحن عم نجهز لمعارك بس ما راح ندخل نحط قوتنا في هالمنطقه، لانه هاي القوه اللي راح نحطها في الملاح راح تستنزف وما نستفيد على شيء. فعم ننقي محور ثاني نفتح يكون منه فيه طريق، يكون فيه طريقين لحلب، طريق الكاستيلو في قوه عم تشغل الجيش ليمنع الحصار، وفي قوه ضخمه عم تتجهز لفك فتح طريق اخر غير طريق الكاستيلو. نعم. وعلى هذا الاساس بداوا التجهيز بالتنسيق مع فصائل الداخل. طبعا. نعم. طبعا والله نحن كأحرار شام، بحكي عن نفسي كأحرار شام، إلا امتداد خارج المدينة كنت عم بتواصل مع القيادة وأنا على اطلاع أول بأول إيش بإيش عم يجهزوا بيحضروا للمعارك. أيضا فصائل تانية اللي إلى امتداد برا، الفصائل كان لها امتداد. نعم، إلا بعض الفصائل ما كان لها غير داخل المدينة، تجمع تجمع وغيره يعني، في نعم. كثير فصائل يعني للأسف يعني. فعلا أطبق الحصار على المدينة بعد 29 يوم بالضبط. التسعة وعشرين يوم كنا خايضين فيهم، كل يوم معارك، مو معركة، كل يوم معارك في الداخل، في الداخل في شيخ سعيد، في عزيزة، في أكثر معارك كان صيف في حندرات وما حوله مع لواء القدس، أكثر معارك حتى انطلقت ساعة الصفر وبدأت معركة حلب اللي أسميت ملحمة حلب الكبرى. ولكن معركة حندرات كانت يعني مبادرة منكم أم مبادرة من لواء القدس؟ لا، النظام هو عم يقتحم علينا. تمام، معاركنا كلها صد، كانت محاولة خرق هذا الجدار الأصم الآن. كل معاركنا كانت معارك صد. تمام، كل معاركنا. تمام. انطلقت شرارة المعركة، بدأت ساعة صفر وبدأ جيش الفتح في معركة فك الحصار عن حلب. شو كان دوركم أنتم أحرار الشام؟ في الداخل أم في الخارج؟ في الداخل. إذا كان هل لديك كان يعني معلومات عن الخطة العامة؟ طبعاً شو أكيد، إحنا كنا مجهزين معركتنا من جوا، نحن اتفقنا، نحن اتفقنا مع المجاهدين في الخارج من جيش الفتح إنه نحن ما راح نخوض ولا معركة في الداخل، واتفقنا كفصائل في الداخل ما راح نخوض ولا معركة في الداخل، بدنا هاي القوة اللي عنا ندخرها ونعيفها لآخر وقت مرحلة. آخر مرحلة. لماذا؟ اللي هي لأنه نحن أي قوة بدنا نستهلكها في المدينة ما راح تتعوض، فلذلك بدنا نعيفها إيش؟ ممكن لا قدر الله يفشل الحصار، فك الحصار يفشل. فنحن اتفقنا كل الفصائل الداخل، كانت الفصائل عندها معركة، أنا كنت أكثر المعارضين لهذه المعركة. ليش؟ لأنه نحن
قلت لهم أي معركة رح نفشل فيها ما عندنا استطاعة نرجع نجهز معركة تانية، ما عندنا قدرة. أي معركة مخوضة مروح ذخيرة، مروح شباب، لأنه أي معركة في الداخل في الحصار اللي رح يخوضها هي نخبة المقاتلين، وهذول النخبة إذا خسرناهم فخسرنا رأس مالنا صراحة. ففعلا كانت خطة المعركة في مع جيش الفتح اتفقت أنا ومن فصائل الريف أيضا، يعني فصائل الريف الزنكي، جيش المجاهدين، صحيح. لكن للأسف في هاي المرحلة، في هاي المرحلة كان في تنافر بين جيش الفتح وغرفة عمليات فتح حلب، ولكن كان هناك محاور خاصة لكل جهة، صحيح، في معركة الحصار، صحيح صحيح. لكن للأمانة الثقل الأكبر كان ياخذ جيش الفتح مع اعتراضي، مع اعتراضي على الطريقة اللي كان يتعامل فيها جيش الفتح مع الفصائل الأخرى. كانت في نظرة فوقية صراحة، يعني كان جيش الفتح ما بيقبل تنسيق مع حدا، ما بيقبل أي فصيل بيدخل على جيش الفتح إلا بشروطه الخاصة. كانت القوة بأوجة وأعجبتنا كثرتنا يعني صراحة، وهذا صراحة سبب من أسباب فشلنا. محاور جيش الفتح في هذه المعركة أين كان؟ الريف الجنوبي. الريف الجنوبي، الريف الجنوبي من يبدأ من تلت الحكمة، تلت الحكمة، مدرسة الحكمة، عفوا، مدرسة الحكمة، تلت مؤتة، تلت الشرفي مع الشرفي. كان أيضا محاور تانية في المراحل التانية اللي هي وضيحي ومجبل حريبل وحريبل وعين العصافير والإسكان العسكري والإسمنت وخان طومان والكليات، الكلية الفنية الجوية، كلية المدفعية وكلية التسليح. نعم. نحن كان دورنا وفصائل، فصائل الريف، فصائل الثورة، أين كان محاورها؟ فصائل الريف صراحة ما كان في معارك تحرير، لأنه محاوره كمان بدها كان قوة كبيرة. منطقة الراشدين الجنوبية، الراشدين الجنوبية، بس ما كانت المعركة معركة تحرير. كان في معارك ضغط على الجيش لإشغاله عن المحاور الأساسية المفتوحة من الريف الجنوبي، لأنه ليش؟ يعني. ليش؟ ضغط وين؟ باتجاه الأكاديمية وباتجاه الضاحية وباتجاه الراشدين، وهي المراحل بدها معارك قوية، وشفناها في معركة فك الحصار الثانية اللي فشل فيها جيش الفتح والفصائل الأخرى. نعم. لأنه كان هذا الخط قوي جدا، وترسانة عسكرية، الأكاديمية العسكرية كانت أقوى ثكنة عسكرية للنظام. كيف كانت تجري المعارك في الريف الجنوبي؟ وكيف استطاع الثوار وجيش الفتح كسر الحصار؟ صراحة مثل ما خبرتك نحن كنا حيطين خطة إنه المرحلة الأولى والثانية والثالثة نحن ما نقوم ولا في أي عمل. بعد ما فقط هون التذكير، بالتنسيق كان ذلك مع جيش الفتح ومع فصائل الريف. أنا بالنسبة لي كنت عم بنسق مع جيش الفتح، كان التنسيق لفك الحصار مع جيش الفتح. ومعلوماتك عن فصائل الثورة بالريف؟ فصائل الثورة بالريف ما كان علي تواصل معهم أنا، لكن في الداخل في بعض الفصائل كانت تشتغل في باسم غرفة عمليات فتح حلب، منها تجمع فاستقيم منها. ما كان عندك معلومات؟ ما كان عندك اتصال لك؟ ما كان عندك معلومات؟ المعلومات كل ارتباط، حتى فصائل غرفة عمليات فتح حلب كان تنسيقها مع جيش اللي في الداخل عم بتكلمها. واللي في الخارج؟ اللي في الخارج كانت معركته معركة إشغال. إذا كان في تنسيق، هاي الفترة ما كان في تنسيق بين فتح حلب وبين جيش الفتح، كان جيش الفتح رافض حتى التنسيق مع حلب. ما كان في توزيع أدوار؟ لا أبدا في هاي المرحلة أبدا. نعم. أبدا. ليش؟ أنا ذكرت لك أنه فصائل جيش الفتح ما كانت تقبل تنسق مع حدا، لأنه خلص مأيقنين أنه معركنا ناجحة وأننا مضطرين نشارك حدا. وطبعا لهم بعض الأسباب اللي ممكن يكونوا محقين فيها، واغلب الاسباب طبعا ما معنا حق فيها، لانه نحن في هاي الوقت وفي هاي المرحله والى الان من بدايه الثوره الى الان في مرحله دفع صائل، والواجب علينا نكون كلنا في خندق واحد، اصطفاف سني وفقط. طيب تمام. اصطفاف ثوري. ثوري. نعم. صحيح، ان صح التعبير ايضا. ان الله ينصر هذا الدين بالبر والفاجر. نعم. او بالرجل الفاجر. فصراحه كان في تمايز بالصفوف، هذا ادى لفشل مستقبلي. وإذا بقينا على السياسة إلى الآن نحن في فشل. نعم. إذا ما كان في فعلا اصطفاف ثوري راح نفشل. فعلا بدأت المرحلة الأولى وكانت ناجحة، وما كان حدا متوقع، فعلا ما كان حدا متوقع أبدا، لأنه المعركة اللي خاضوها المجاهدين برا، والفضل لله عز وجل في فك الحصار، يعني الحق يقال، الفضل لله عز وجل أولا ثم لجيش الفتح في فك الحصار. طبعا. لأنه كان الثقل الأكبر للأمانة، يعني حتى لا نبخس أحد يعني حقه، الثقل الأكبر كان في هاي المعركة ولا جيش الفتح. أكثر الشهداء اللي قدمت من جيش الفتح بغض النظر عن أسماء الفصائل، أكثر العتاد اللي قدم وخسروه الفصائل هو لجيش الفتح. طيب هل كان هناك مباغتة للنظام؟ هل كان هناك مفاجأة للنظام؟ لا
النظام كان يعرف الخطة، كان يعرف الخطة ويعرف هذا المكان الاقتحام هي المحاور، بس ما كان متوقع انه هي القوة الموجودة. كان في عربات مفخخة عدد كبير لا بأس فيه، والنظام اكثر شيء بيرتعب منه هو عناصر من العربات المفخخة صراحة. لو بتشوف جاي عربة بي ام بي باتجاهه وكلها تي ان تي بدها تفجر فيه، فبده صراحة. طبعا في هذه المعركة لم يتم تحرير مشروع 1070 شقة بشكل كامل ابدا، بقي اجزاء منه موجودة. نعم. ايضا مشروع 3000 شقة لم يحرر ابدا، مشروع 3000 شقة ما كان ضمن الخطة. ايضا فصائل الداخل لم تستطيع ان تحرر منطقة العاملية ولا معمل الاسمنت في الشيخ سيد. معمل الاسمنت ما كان من خطة الداخل، انا كنت مطلع على الخطط. انا بعد ما نفك الحصار نحن كانت مهمتنا بداية تحرير الراموسة، حتى الاسمنت ما كان من ضمن الخطه. نعم تمام، ولكن الاسمنت يعني يرصد الاسمنت كان مرحله رابعه او خامسه من ملحمه حلب. نعم. لفك الحصار انا حضرت اجتماع مع قيادات جيش الفتح بعد ما فك الحصار عن حلب. نحن مهمتنا كانت اول ما بتبدا المرحله الرابعه نبدا في تحرير الراموسي. المرحله الرابعه شو هي؟ المرحله الرابعه هي تحرير الكليات. تمام، وهذا ما تم فعلا. رب العالمين فتح على المجاهدين، حتى صراحه كانت لحظات انا عم بتواصل مع الشباب برا صاروا يحكوا معي افتحوا معركه الراموسه. نحن مضغوطين جدا، الشباب حرروا. طبعا في كلام ما حكى على الاعلام، صرنا نحن بهذا الوقت ما بصير نصرح للناس غير ايش الاخبار مبشره. نعم. كانوا شبابنا محاصرين في الكليات، كان عندنا شهداء. الجريح اللي داخل الكليات ما حدا بيحسن يسعفه. تمام، نحن داخل لسه في الداخل محاصرين. انا تكلمت مع النقيب ابو منذر قائد عمليات احرار الشام في الوقت، في هذاك الوقت حكى معي قال لي بدأوا معركة الراموسة، الوضع عندنا صعب جدا. قال لي شباب دخلوا على الكلية على المدفعية أخذوا أجزاء منا، كنا هون نحن صرحين إيش نتحرر الكليات. نعم. الكليات ما كانوا محررات. نعم. كان حرب إعلامية. حرب إعلامية، كانوا الشباب محاصرين جوا وما حدا بيحسن يدخلهم الأمداد أبدا. حكوا مع الشباب قالوا له وضعكم يا أما تنسحبوا يا ما أنتم محاصرين. قالوا له ما رح، أنا المعلومات اللي عندي وقت بتواصل مع الشباب أول بأول، قالوا للشباب لقيادة الغرفة العمليات ما رح نطلع من جوا لنفك الحصار. تمام، جوات حلب في نساء وفي أطفال وفي أعراض وفي ناس عم تستنانا. يا منفك يا منرد. بدأت معركة الراموسة. بدأت معركة الراموسة بالاشتراك مين ومين؟ مين كل الفصائل. مين؟ الدليا. تجمع فلسطين، حركة نور الدين زنكي، أحرار الشام، جبهة فتح الشام، الجبهة الشامية، الفوج الأول، أبو عمارة، كتاب أبو عمارة، فصائل. نعم. نعم. اغلب الفصائل ما عدا في بعض الفصائل كان صراحه متخاذله يعني عن المكان. وبعدين يعني كان عندهم، شفنا بعض التصريحات لبعض القاده انه ممكن يكون مشاركتنا خجوله وبس تتحرر المنطقه نحن ممكن ايش. من تقصد؟ اشخاص بغض النظر عن ذكر اسماء يعني. طيب كيف جرت هذه المعركه؟ معركه الراموسة. معركه الراموسة في المره كان كنا حاطين احنا خطه، في عندنا اسمه سيارتين مفخخات جاهزات، كل واحدة في محور، محور يميني ومحور يساري، وكنا مقسمين المهام على الفصائل، وكنا مدربين الشباب اللي راح يكونوا خط أول في المعركة ومجهزين أمورنا بالكامل. أول مرحلة فشلت، أول مرة فشلت، وكانوا الشباب برا بيضغطوا علينا، بدأوا معركة الراموسة علينا ضغط كثير كبير، بركي مشتت جهد النظام. في اليوم الثاني الصبح حطينا الخطة وفعلا دخلنا أول سيارة فجرت، دخلنا الثاني فجرت، وبدأوا الشباب المعركة. أنا كنت بغرفة العمليات، يعني شيء فعلا لا يصدق، شيء لا يصدق. كنا نحن حيطين خطة أنه رح نخلص هاي الكتلة، في كتل الراموسة كبيرة. نعم. قديمة وجديدة، حيطين خطة نخلص الكتلة، وكنا مرمزين الخرائط الأحمر والأصفر والأخضر، كنا حيطين خريطة ومقسمين كتل، وكل كتلة حيطي لها فصيل ممكن يقتحمها. بدأت المعركة، أنا بالغرفة العمليات بحكي مع غرفة العمليات الرئيسية اللي فيها ذخيرة، وممكن إيش قائد غرفة العمليات اللي هو أخونا أبو بشير معارك كان قائد العسكري المدينة، مشان إيش يبعث لي الذخيرة ويبعث لي كذا. أنا بغرفة العمليات بحكي معه إنه بدنا ذخيرة، كنا رسمين خريطة نحن المطبوعة الخريطة لقسم من الراموسة. نعم. باقي الكتل ما نحطينا خريطة لأنه ما كانت بالحسبان إنه نحرر، لأنه هاي المناطق صعبة نحررها. نعم. فنحن حطين قسم مجهزين له خريطة، مرقبين المباني، وبدأوا الشباب الاقتحام. ف وقت رب العالمين فتح علينا صارت الشباب هنا بيحكوا معنا، الكتلة الأولى خالصة، تانية، تالتة، الأحمر خالص، الأخضر خالص. صرت أحكي مع العمليات الرئيسية بدي الخريطة الجديدة. قال ليش عم تحكي؟ قلت له بدي الخريطة الجديدة. صاروا يكبروا الشباب على القبضات. قال لي بعثت أطبع. تخيل بعت أخ يطبع لي خريطة، قبل ما تنطبع الخريطة الراموسة كلها محررة. كان في انهيار لقوات أبدا. طيب سنتوقف هنا أخي الفاروق.
الوقت تداركنا في هذه الحلقة. أشكرك. سنتكلم في الحلقة القادمة عن بدايات وصول ثوار الريف وجيش الفتح إلى منطقة الرموسة وتلاقيهم مع ثوار الداخل ومقاتلي الفصائل في الداخل، ومن ثم كسر الحصار، وبعد ذلك الحصار الثاني ومعركة الحصار الثاني. أشكرك إلى هذه اللحظة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وحياكم الله. وإياكم أعزائي المشاهدين، الشكر موصول لكم. إلى حلقة جديدة ولقاء جديد في الأسبوع القادم مع الفاروق أحرار وشهادته عن ما جرى في مدينة حلب السابقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.